رحبوا وياي بالفنانة سولا. شلونك؟ شلون صحتك؟ يا اهلا وسهلا. مرحبا. الله يسلمك يا ورده، نورتينا في برنامجنا الليله ويا دعدوش، وما شاء الله ما شاء الله. منو؟ ما شاء الله تالق وسامه ورشاقه وحيويه. شنو هذا التجديد؟ بس ليش قلت عمري؟ شنو؟ ليش فضحتني قلت 60؟ 60؟ هي 62 بس انا مرت اكذب. اي مو انا ضمتها على الناس، ما اريد اقول عمري. هسه اكو يعني مثل يقول العين بصيره واليد قصيره. هسه انت قصيره وردن طويله، شلون؟ شنو معنى اسم سولاف؟ هو اكثر من معنى، بس هو اصلا اسم اعجمي، بس كمعنى اول شيء هو مصيف من مصايف العراق. مصيف؟ موجود؟ والله أنا بصراحة أنا مصايف ولا مصيف. لا. لأن قضيه بالدوام. مصيف أعرف أنا مصيف سرسنج، مصيف شقلاوة. صفوة. مصيف سولاف. يعني سدى أروح ما تأخذني فلوس غير؟ لا ما أخذ سياحة ببلاش. بيف فندق سولاف، مطعم سولاف، معجون سولاف، شامبو سولاف، هواية. ما شاء الله. زين اقول لك يعني ليش تبكين بالتلفزيون تطلعين؟ الفنانين ما عندهم، الفنانين لازم ندعم الفنانين. لا هاي يعني بس انت عندك مصيف وعندك شامبو، ايش قصار الحساب؟ 500. نورتينا سولاف. حلوه لقلبك. سولاف شيء؟ لا اسم سولاف اكمل لك اياها المعنى. المعنى يا سو بالتركي مي، لاف بالانجليزي الحياه. سو لاف. سو لاف، سو مي. يعني سو مي الحياة. سو ما مقتنعاني. وي. بس سو لاف. سو لاف. إيه أنا عندي صديق اسمه شين هاي. يعني شين هاي؟ كل ما أقول له شين هاي أقول له شلبي شين هاي، صباح الخير شين هاي، هو ما يفتهمني يدز لي بس إعجابات. سو لاف كم واحد قدم لك؟ يعني الزواج مو العمل. هواية. هواية. وانت دائما ترفضين يعني؟ لا مو قضية ترفض او فشي، بس لو اكون ما مقتنعة او يعني كل شخص له مواصفات خاصة. يعني مثلا واحد اجب جمالي اني الخشم طلعيه ما له شغلة بعدين، بس مكره يصير هو يعني اسمر. يعني تريد انت كصفات؟ اي طبعا، يعني فارس احلامك يجي مثلا مشي على فرس بسيارة اكيد. لو جكسارة. جكسارة شنو هالجسارة؟